الثلاثاء كنا في مجلس أخونا أبو زايد بن مشعف والله يكرمه ويكثر خيره، وجانا أحد الضيوف اللي كانوا حاضرين، ولما شافني قال: أنت أبو تركي الأجاويد؟ قلت نعم. قال: الله اللي جابك، عندي قصة أرجو أنك تنقلها لي، يعني أهميتها وسبحان الله لطف الله العظيم فيها. قلت: أذكر اسمك؟ قال: لا لا تذكر اسمي، لكن اذكر ديرتي، هم من أهل الزلفي، ونعم بهم أهل الزلفي وناس كرام وفضلاء. يقول: القصة هذه حصلت في منطقة أخرى، طبعا ما هي في الزلفي، منطقة أخرى من مناطق المملكة. قصة عجيبة صراحة. يقول: قبل 20 سنة تقريبا أو 25 سنة كان إحدى فروع الجامعات في منطقة من مناطق المملكة، فرع الجامعة، وفيه طالبين ساكنين في السكن الجامعي ويترددون على الجامعة، ولا لهم اختلاط بأحد ولا يخالطون أحد. وفي أحد الطلاب ما شاء الله شقردي وراعي بر وراعي مجلس، فاتح مجلسه وكذا، حاول يتعرف عليهم فهم يعني يصدون عنه، يقول: لو سمحت إن جايين ندرس ونخلص سنوات دراستنا ونروح. المهم أصر عليهم، قال: إن عندنا شبة على قولتهم، مجلس يشبون فيه ويجلسون فيه، وبيكم تشرفوني. قالوا: بشرط أنك ما تدعو أحد، يعني لا تعرفنا على أحد، بنجيك أنت خصيصا. قال: أبرك ساعة ولكم شرطكم هذا. المهم أنهم جو، طبعا هم يمرون بظروف خاصة، هم أحدهم من الأخوان الأيتام، كانوا ذيك الفترة يعني يشعرون بالحرج وينعزلون عن المجتمع. الآن الحمد لله صاروا يعني مزيج مع المجتمع وكذا، واهتمت بهم الدولة اهتمام عظيم، لكن ذيك الفترة كان عليه بعض الظروف شوي، فكان صاد عن الناس. يوم جاء عند المجلس هذا، طبعا أبوه أبو راعي المجلس رجل يعني مضياف ويستقبل الرجاجيل وياخذ ويعطي معهم. من يوم جو هالاثنين قال له ولده: يا أبوي ترى لهم ظروف خاصة، واحد منهم وضعه كذا وكذا. الأبو ساكت ويناظر هالولد من يوم دخل. يقول ولده، يقول: أنا استغربت من سكوت أبوي، أبوي راعي سواليف، وتعال يا فلان وش ترجعون وش منهم خوالك ومن. يقول الوالد ما تكلم، ما غير يناظر هالولد بنظرات يعني عجيبة. يقول ما عاد تحمل الوالد فترة من الفترات، قال: هو هذا خويك اللي قلت لي ظرفه؟ يقول: أنا استحيت، ولده استحيت أني أتكلم. تكلم الولد، قال: لي نعم يا أبوي، أنا اللي ما أعرف أبوي، جابها كذا، قال: أنا أعرف أبوك. كانت صدمة، يعني السالفة سبحان الله كلها صدمات. يقول الولد ما فهم وش قصده. قال: أنت ولد فلان. طبعا هذا الشايب من الناس اللي يقصون الأثر ويعرفون الأشباه والملامح، عجيبة ذا القصة. يقول الولد ما ردت فعله، استغرب. قال: الآن بإذن العشاء ونروح أنا وياك، أنت إذا شفته بتعرفه. ما مستغرب يعني، قال: وش ذا الكلام، ما يدخل المنطقة، يعني ما هو جاي في منطقة أصلا بعيدة عن المنطقة اللي كان فيها، لكن أقدار الله سبحانه وتعالى. يوم صلوا العشاء، من يوم خلص الإمام والشايب ذا يتلفت يدور الرجال الكبير ذا، يوم شافه قال: تعال. السلام عليكم. وعليكم السلام، هذا ولدك. ناظره والله فعلا الأشباه، أشباه يعني عائلتهم. قال: أنت متزوج قبل 22 سنة وأنا شاهد معك. عزيز. يقول الشايب ذا. قال: إيه بس ما جاني عيال. قال: ما تدري، أنا أذكر لك سالفة، وسالفة حصلت في وقتها والله أعلم، أنا متأكد أن الولد هذا نتاج هالسالفة دي. قال: والله ما ندري، لكن خلنا نبحث وش سالفة الزواج. ننتقل الآن للأب هذا اللي اكتشف. قبل 22 سنة تقريبا تزوج من جنسية عربية، أبوها موجود في البلد، وتزوج البنت هذه، ولعله حصل بينهم خلاف، يعني زواج موثق ومعلن ما في أي إشكال، لكن صار خلاف بين الأب والزوج. اضطر الأب أنه يطلب الطلاق أبو البنت، قال: طلق بنتي. وصار بينهم خصام قوي جدا،
وقال للبنت خلاص إنه كم شهر كذا وبنسافر. الفترة هذه بعد ما طلق تبين البنت إنها حامل، قال الأبو لا تتكلمون ولا تعلمين أحد، ولا كان له هدف الله أعلم وش هدفه، كان يريد إنه إذا راح ديرته يسقط الحمل هذا، المهم إنه يريد يقطع العلاقة نهائيا. أراد الله سبحانه، طبعا هم كيف علشان بس نتسلسل في القصة، قالوا بنبحث عن العائلة هذه علشان نتأكد هل في حمل ولا ما في حمل. قبل يعني برجع شوي، بحثوا عن الأسرة، قالوا الأب هذا توفي، أبو البنت أبو الزوجة. بحثوا عن العائلة، لقوا البنت ولقوا أهلها، طبعا امرأة كبيرة بعد 22 سنة يمكن عمرها في 50 تقريبا. راحوا عندها قالوا يا فلانة تذكرين فلان؟ قالت هذا زوجي وطلقني وأنا حامل. قالوا بس وقفي أعطينا القصة، يبون يتأكدون قبل ما قالت إنه يوم صار الخلاف راح الأب هذا وخذ العائلة وخذ ما تيسر من شقاه وشغله يبي يسافر ويطلعون قبل ما تولد لأنها قربت ولادتها، في بيطلع علشان ما معه جواز سفر ولا معه شيء الطفل هذا لو ولدت يعني. وأراد الله سبحانه وتعالى أنها تولد قبل يوصلون الحدود. يوم ولدت يعني كانت ولادة، حتى هي تتكلم تقول كانت ليلة عصيبة عليهم، يعني ولدت في السيارة ولا لقوا، ظروف صعبة الله المستعان. الشايب هذا الله يسامحه ويغفر له أخذ الولد ولفه في بطانية ووضعه قبل الفجر عند مسجد، وأخذ بنته وعياله وطلعوا لأن جوازاتهم سليمة ولا عندهم مشكلة، والطفل هذا خله. سبحان الله، تقول طول هالسنين هي تتكلم الأم، تقول طول هالسنين أدعو الله أن يجمعني بابني، كيف يجمعني ما أدري، كيف الله سبحانه وتعالى سبب الأسباب هذه كلها بحيث أن الولد هذا يكبر ويجي تعيينه في الجامعة أو قبوله في الجامعة اللي في المنطقة اللي فيها أبوه، ويجي عندها الشايب ما شاء الله اللي شهد ويعرف الأثر ويعرف الأشباه، قال أنت ولد فلان وأنت ولد أصل وفصل ومعروف. فسبحان اللي لمهم بعد هذه السنوات. القصة معروفة، ذكرها لي الأخ أبو ريان من أهل الزلفي، يعرفون أهل القصة ويعرفون أصحابها. طبعا أكملوا الإجراءات بحيث أن الأب هذا رجع الزوجة هذه، تزوجها من جديد بتصريح رسمي، وأثبتوا الولد هذا، ثبتوا أوراقه وثبتوا هويته والتم شملهم. فسبحان الله، يعني الفائدة من هذه القصة يعني كيف أن الله سبحانه يسبب الأسباب، وكيف أن المرأة هذه تقول أنا ارتبطت بالدعاء ولا يأست من 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 الدعاء الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بابني، وفعلا جمعها بعد 22 سنة. أراد الله سبحانه أن يموت أبوها وأن الولد هذا يدرس فيها الجامعة اللي فيها الديرة اللي فيها أبوه، وأن هذا الرجل يتعرف عليه. كل هذه أقدار من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذه المرأة الصالحة معها ارتباط بالله، خبيئة بينها وبين الله. حبينا ننقل لكم هذه القصة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. وأشكر الأخ أبو ريان من أهل الزلفي، وأشكر الأخ أبو زايد بن مشعف صاحب المجلس، وسلامتكم يا أبو عبد الرحمن. الله يسلمك ويبارك فيك. ويلوم الدولة لأن في الأحوال المدنية لين شدوا وحزموا.